في مواجهتها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة، تحقق أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 88 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها للأغراض الغذائية بمخزنين ومصنع بالشرقية والمنوفية والإسكندرية. كما استطاعت ضبط قرابة 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية والبحيرة. وتمكنت من ضبط نحو 9 أطنان ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاث ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية والجيزة والشرقية وشركة لتعبئة اللحوم المجمدة بالمنوفية. كما نجحت في ضبط قرابة 13 طن سكر وحلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع حلاوة بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 9 أطنان ونصف سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك محل بدال تموني بالقليوبية ومالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 400 طن مخللات و32 طن مستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 465 طن دقيق به نقص في الأوزان و122 طن أقماح جمعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مطحن لإنتاج الدقيق بالسويس، كما تم ضبط أكثر من طن دقيق بلدي بحوزة مالك مطحن غلال بسوهاج بهدف الإتجار به في السوق السوداء. ونجحت في ضبط 42 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 10 أطنان أرز وعدس غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. وضبطت الإدارة أكثر من 20 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 11 طن مسل صناعي وزيت طعام مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وضبط قرابة 25 طن أقماح محلية بحوزة مالك شونة بالغربية بهدف بيعها بالسوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 14 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بالشرقية والغربية والدقهلية، وضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع منظفات صناعية بدون ترخيص بالجيزة.